هنروح دلوقتي على طول لفقرة البورصة، وأفضل غلاف معانا النهاردة من مجلة صباح الخير بعنوان صامدون، وهو بريشة الفنان كريم عبد الملك. حلقية غلاف رائع جدا. النهاردة معانا كمان في بورصة الصحافة أخطر سيلفي على صفحات الشروق، وهو سيلفي مع ذئب، مش عارفة اتاخد ازاي يعني. أفضل قصة مصورة كانت من نصيب جريدة الشروق عن قصة بدء عروسة المولد وكيف تطورت للشكل الحالي. وانتوا بقى عليكم تشوفوا بقى البداية كانت أحسن ولا دلوقتي بقت أحسن، يعني في طبعا ناس شايفة اللي كانت في الأول أحسن، وفي ناس شايفة إن التطور دلوقتي أحسن كده، يعني تختلف الآراء. أفضل ملف خاص كان من جريدة الأخبار عن ماراثون التنمية في 4 محافظات مصرية. أما أفضل تحقيق فكان على صفحات روزا اليوسف عن عملية ترميم الجامع الأزهر. عن نفس التحقيق من روزا اليوسف اخترنا أفضل صورة وتعليق البنات أشجع الكائنات عن مشاركة الفتيات في ترميم الجامع الأزهر.